فالمقابلة كانت بقرار من لجنة الانفيديا ديال الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بأنه غتستعمل في النهاية تقنية الفار، وكما شهدنا هنا في مدينة الرباط أن استعملت هذه التقنية ورجع إليها مرتين الحكم جهاد جريشا اللي حرم فيها فريق الوداد من الهدف المشروع اللي كان سجلوه اللاعب الحداد، ومن ضربة الجزاء كذلك المشروعة اللي ما أعلنش عليها وتشبت بالرأي ديالو. لأن أنا كنتفاجئ أن في النهاية ديال الرادس أن المقابلة كانت غادي على ما يرام حتى الدقيقة 60، فين غيتم الاكتشاف أن بعد تسجيل الهدف الصحيح ديال اللاعب الكرتي، وانه رفضوا الحكم المساعد الاول ديال قاسما، ان هنا فين غادي توقع وغادي يتم الاكتشاف ديال انه الفار غير مشغل وانه ما موجودش. هنا لابد دابا نطرحوا مجموعه ديال التساؤلات، لانه بالنسبه للتقنيه ديال الفار انه المشرع كينص وكيحث على انه ضروري ان الملعب اللي غتجرى فيه تتجرى فيه التقنيه ديال الفار، غتجرى فيه اول مره التقنيه ديال الفار ضروري باش تجرى فيه واحد لو تيست. هنا كنتسائلوا واش فريق الوداد الرياضي كان على علم بالمقابله اللي كتجرى بهذاك على الاقل 6 سوايع قبل او لا لافي ديال الماتش كتجرى هذه المقابله الاعداديه اللي كتجر فيها الوسائل ديال التقنيه ديال الفار. هذا سؤال. المساله الثانيه هو انه المسؤولين ديال الفريق المنظم المقابله حاولوا يوهمونا بان التجهيزات ديال الفار واجده، لان شفنا انه هذاك الجهاز ديال الاعاده كان موضوع في الملعب، هذا كيبين بان الفار راه خدام، وبالتالي انا بالنسبه لي هذا كنعتبره فيه نوع من النصب، نوع من الغبن، ونوع من الاحتيال على 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 الناس، الشيء اللي غادي يخلي ان بعد ما غتوقع هذيك الحاله واللي ما كناش نحتاجوا فيها الرجوع للفار، لانه باصابه اللي كانت مشروعه واضحه. هنا في غادي يوقع اللغات، غادي يوقع الاخذ والرد، وهنا غادي يدخل الحكم قاسما في شرك الاخطاء الكبيره اللي ارتكب في هذه المقابله. الخطا الاول اللي غادي يرتكب الحكم قاسما هو انه من بدا كيستشر مع عميد الفريقين، ان شفنا على كان نوع من الارتباك، نوع من الدهشه، وانه ما عرف ما غيدير في هذه الحاله، الشيء اللي غادي يخليه انه الاخذ والرد غادي يطول تقريبا لمده ديال ساعه ونص هو في الملعب. الخطا الثاني اللي غادي يرتكب قاسما هو انه سمح لاشخاص بالنزول الى ارضيه الملعب، بما في ذلك رئيس الكاف احمد احمد، رئيس الوداد، رئيس الترجي، رئيس الجامعه التونسيه، ومجموعه من الاشخاص الغرباء الذين لم يكن لهم الحق في التواجد على ارضيه الملعب. وهنا لو الحكم كان كيتوفر على شخصيه قويه وعلى كاريزما قويه كان يامر الجميع بالصعود للمنصه والرجوع الى الاماكن ديالهم، وبالتالي ينتظروا القرار منه. هنا يعني الحكم ما فعلش هذه المساله وظهر لها مترددا وما عرفش راسه وجهه، او لانه كان على علم المؤامره وبالتالي انه اختلط عليه الامر وما عرف ما غادي يدير. هنايا بالنسبه لنا ان المساله اللي كان خصو يدير وكان لازم عليه يدير انه بالنسبه باش يحمل فريق الوداد بانه انسحب من المقابله، كان من تما ملي غادي يدخل الارضيه ديال الملعب غادي يعيط العميد ديال الفريق وغادي يوجه له الخطاب واش غادي تكمل ولا ما غادي تكمل شيء. هنا المشرع كيعطيك لابريسيسيون كتبقى ديال الحكم، وهنا مخطئ من يعتقد بان كاينه 45 دقيقه اللي خص الحكم انه ينتظرها، وبالتالي انا بالنسبه لي هذا خطا. بالنسبه لي انايا التقدير ديال اجراء المقابله من عدم الاتمام ديالها يبقى دائما في حق الحكم. هنا بالنسبه لنا ان الحكم قاسما لم يقم بذلك، وهنا كان عليه باش غادي يعطي الانذار لعميد فريق الوداد اللي هو نصير، وغادي امام عميد فريق الخصم وكذلك المندوب ديال المقابله واش غادي يتمم ولا ما غادي يتمم. هنا انه لو انه نصير انه غادي يقول له بان تقنيه الفار ما خداماش، غادي يقول له وضع الاعتراض ديالك في هذه المساله، وبالتالي انها تما فاش تنظر فيها الجهات المختصه. هنايا انا قاسما بدل متردده في ارضيه الملعب وما عرفناش اش غادي يدير، وخلينا تما بين الاخذ والرد، نزلت قوات الامن الارضيه ديال الملعب، نزلوا مجموعه ديال الغرباء، ولينا انه قاسما كيتحدث مع رئيس الكاف، يتحدث مع اشهر غرباء، الشيء اللي بالنسبه لي انا هذا خرق سافر للقانون ديال الحكم اللي كيخول اللي كيفرض عليه هذه المساله. وربما النقطه التاسعه
من القوانين المنظمه ديال الشامبيونز ليغ في الفصل الثامن هذا كتحط بان في العدد ديال الاستمراريه ديال المقابله او عدم الاستمراريه دائما كترجع الحكم. هنايا الحكم ظل مترددا حتى غادي تنقضي ساعه ونص غادي يشوف واحد الشخص غريب هو اللي جا لعنده، وبالتالي اعلنا على نهايه المقابله. بالنسبه لنا انا هنايا ما كانش اعلنا له، لان المقابله لم تعرف نهايتها، ما كانش خصو يصفر انه خصو تما غادي يخبر عميد الفريق بانه انت ما بغيتيش تكمل، انا ساغادر وتحمل مسؤوليتي، وانا غادي يعطي الاشاره للمسؤولين ديال اللجنه المنظمه باش انها غتسمح وغادي تحسم في هذه النزيله. بالنسبه لمن المسؤول على التقنيه ديال الفار، فانه دائما ان التقنيه ديال الفار هي المسؤول عليها لاكاف، لان هي الجهه المنظمه وهي التي اقرت بذلك، بالتالي هي المسؤوله على الشركه. هنايا ان بالنسبه لنا الغلط الاول اللي تندار هو انها ما تندارت شيء المقابله التجريبيه، لهذا كما كتنص على القوانين ديال الفيفا اللي كتقول لك اي ملعب انه غادي توضع فيه تستعمل فيه التقنيه ديال الفيديو لابد ان يخضع لاختبار تجهيزات ديال الفار في هذه المساله. هنا الوداد واش كانوا على علم ولا ما كانوش على علم؟ انا بالنسبه لي هنا الدور ديالهم خصهم يتسقساوا الامر في المساله. هنا المندوب ديال المقابله كذلك الحكم كذلك خصو يكون مخبور بهذه المساله باش انه خصو يخبر الجهات المختصه ويخبر الفريق المحلي. هنايا انه كان عليه انه باش يخبر المسؤولين ديال الفريق الوداد، لانه حتى الفيفا تقر ان في حاله العدم ديال العطب ديال تجهيزات الفار او ما وصلش او وقع اي طارئ للتكنولوجيا، هنايا ما كتكونش انها من الاسباب ديال ايقاف المقابله. مادام قلنا انها لم تكن من الاسباب ديال الايقاف ديال المقابله، ولكن هنايا يجب اشعار الفروق المتباريه فيما بينها بانه التقنيه راه ما غادي تستعملش، وبالتالي هنا ما كانش خصنا نوضعوا الشاشه في الملعب باش نوهموا الناس بان راه التقنيه ديال الفار موجوده. هنا بالتالي انا غادي نعلو ذاك العامل ديال الفريقين، اولا كان بالنسبه للمندوب ديال المقابله الموريتاني كان يهز الاقتراح للجهات المختصه ممكن يدخلوها في لو كادو فورس ماجور بالنسبه للحالات الطارئه، وكان ممكن ياجلوا ذاك النهايه 24 ساعه او 48 ساعه ريثما تحضر ذاك التجهيزات اللي كانت ناقصه من الفار، وبالتالي انه غادي تسمى المقابله. مادام انها ما كايناش كان على الاقل خصهم يتعلموا عامدي الفريقين بهذه المساله، بل انه من الاذكى من ذلك انه حتى ولو وقع عطب داخل المقابله هنا كيقول لي شي الفيفا كتقول بانه المخرج ديال المقابله خصو يعلم الحكم في الدقيقه اللي كتوقع فيها العطب باش كيعلم عالمي ديال الفريق ابتداء من الدقيقه 58 او الدقيقه 60 راه التجهيزات ديال الفار اصبحت معطله او وقع بها عطب تقني، وبالتالي حنا سنتمم المقابله بدون الرجوع الى تقنيه الفار. هنا باش كتكون الوضوح كتكون الشفافيه وما كيكونش هناك الغبن والغدر في هذه المساله. لذلك انا بالنسبه لي هذه من الاخطاء كذلك اللي ترتكبت في هذه المقابله، والحكم ظل يتردد لمده ديال ساعه ونص في هذه المساله، وشفنا الضغوطات التي وقعت للحكم وقعت على رئيس الكاف من رئيس فريق الترجي التونسي. انا بالنسبه لي المعطيات في هذه المساله ما دمت انك تشوف بان وقعت هذه المسائل كامله وتقريبا مجموعه ديال الاطراف كلها، ولو مشينا مع الطرح ديال لاكاف اللي كيقولوا بان الوداد رفض هذاك، فكاينين اطراف اخرين اللي كلهم تا هما داخلين في هذه المساله واللي مساهمين في هذه المساله. انا بالتالي انا ضمانا للعدل وضمان هذه المساله انه كان ممكن انه يقرروا الاعاده ديال المقابله من البدايه ديالها بدون اعتماد النتيجه ديال الذهاب باش يحافظوا على مبدا ديال تكافؤ الفرص في هذه القضيه.